إلى ذلك أكدت زهرة سيد إبراهيم ناصر القائم بأعمال مشرف صحة المياه والمؤسسات بوزارة الصحة أن فرق الوزارة التفتيشية تقوم بزيارات دورية على صالونات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها. زيارات تفتيشية دورية مفاجئة على صالونات الحلاقة والتجميل النسائية والرجالية على الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من تقييدها والتزامها بجميع الاشتراطات المطلوبة والاحتراز الإجراءات الاحترازية الواردة في القرار 32 لسنة 2020، أيضا بالإضافة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفات في تلك المحلات وإحالتهم للنيابة العامة. كما بذلت وزارة الصحة أيضا دور كبير جدا في ترجمة هذه الاشتراطات بعدة لغات، منها الهندية، التركية، الأردية، وأغلب اللغات اللي هي الأجنبية، لضمان وصول جميع الاشتراطات الصحية للعاملين في تلك المحلات. كما أعدت وزارة الصحة أيضا ملصقات توعوية للعاملين وأصحاب المحلات عن طريق تنظيف الأدوات وتعقيمها. كذلك أثناء الزيارات التفتيشية تقوم وزارة الصحة أيضا بتثقيف أصحاب المحلات والعاملين أثناء الزيارة التفتيشية بضرورة التقيد بالإجراءات الوردية وشرحها بطريقة مناسبة يتم التأكد من وصولها والاستفادة من هذه الاشتراطات المطروحة.